هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، وبالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. في كمان نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني كل سنة وحضرتك طيبة طبعا، وعيد سعيد عليك إن شاء الله. الجو لسه مستمر في درجات الحرارة المرتفعة، والمفروض إن من بكرة بداية فصل الصيف بشكل رسمي، يعني كل اللي فات ده إحنا ما كناش لسه فصل الصيف ابتدى بشكل رسمي. فأخبار الجو إيه، والأيام اللي جاية كمان هيبقى يعني في أي ظواهر جوية موجودة معنا؟ طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. يمكن احنا ما زالت قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة. يمكن احنا بدأنا من أول أيام عيد الأضحى انخفاض في قيم درجات الحرارة عن ذروة الارتفاع. صح، يوم السبت يوم الوقفة فعلا كان ذروة الموجة فعلا. بالفعل، وكانت العظمى على القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية خلال فترة النهار. بدأنا بشكل تدريجي يحصل انخفاض وتغير في الحالة الجوية بشكل كبير على معظم المحافظات الشمالية. بالأمس العظمى على القاهرة الكبرى سجلت 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده كان وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. اليوم أيضا مستمر معانا الكتل الهوائية الشمالية لمعظمها قادم من على البحر المتوسط، لان احنا بنتاثر بوجود امتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي ده منخفض كبير بيغطي مساحات كبيره جدا من شبه الجزيره العربيه، مناطق من اسيا، وكمان بيمر على البحر المتوسط، فمعاه كتل هوائيه شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط بتؤدي لتعديل قيم درجات الحراره، بتخلي الكتل بقيم درجات حرارتها اقل لكن بتحمل بكميه كبيره من بخار الميه، يعني ارتفاع في نسب الرطوبه. يمكن احنا خلال هذه الايام قيم درجات الحراره حصل فيها تراجع، لكن بدات نسب الرطوبه تزيد بشكل كبير في الجو خلال فتره النهار، يمكن بتتجاوز ال 85 و90% في الاماكن الساحليه. في القاهره الكبرى بتوصل ل 80%، فنسب الرطوبه زادت بشكل كبير، وده اللي بيخلي وصفنا للطقس خلال فتره النهار ما زال طقس شديد الحراره، لان احنا بنحس بنسب الرطوبه العاليه اللي دايما بتخلينا بنحس بقيم درجات حراره اعلى دايما من قيم درجات الحراره المتوقعه في الظل. فما زال الطقس في الاماكن الداخليه في القاهره الكبرى، في الوجه البحري، حتى كمان في محافظات الصعيد طقس شديد الحراره خلال فتره النهار، رغم ان قيم درجات الحراره حصل فيها تراجع عن الايام الماضيه. كمان الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط طقسها ما بين المائل للحراره الحار فتره النهار، لانها تعتبر اقل قيم درجات حراره في الجمهوريه كلها، واللي بتتراوح ما بين 30 الى 31 درجه مئويه فتره النهار. كمان فتره الليل مع غياب التام لاشعه الشمس مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره بشكل تدريجي، بنحس باعتدال الاجواء خلال فترات الليل او ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه في المدن الجديده الاماكن المفتوحه بشكل كبير، المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي، لان كمان متوقع اليوم مع فترات المساء وساعات الليل يكون في نشاط نسبي للرياح سرعته ما بين 30 الى 35 كيلومتر على الساعه، يساعد نشاط الرياح بشكل كبير على احساسنا بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل، لكن فترات الليل مش فترات النهار. طبعا في اعتدال كامل في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع امواج على البحر المتوسط لا يتجاوز 2 متر، البحر الاحمر ما بين 2 و2.25 متر، فبالتالي هم مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. خلال الايام اللي جايه وزي ما حضرتك قلتي في الاول، من بكره ان شاء الله هتكون البدايه الفلكيه لفصل الصيف بتعامد الشمس على مدار السرطان. هيستمر معانا فصل الصيف قرابه الثلاث اشهر. احنا عارفين ان فصل الصيف في جمهوريه مصر العربيه هو فصل ارتفاع في قيم درجات الحراره، بس خلينا نقول ان احنا في فصل الربيع بنسجل اعلى قيمه درجه حراره على مدار العام كله، بنسجلها في الفتره الماضيه. عموما ولا السنه دي بس يا دكتوره منار؟ لا ده عموما، احنا مناخيا السنوات الماضيه بتكون اعلى درجه حراره بنسجلها في فصل الربيع مش في فصل الصيف، يعني قيم درجه اول مره اعرف المعلومه دي والله. لان احنا في فصل الربيع بتبقى اغلب مصادر الكتل الهوائيه جايه من اماكن صحراويه، بتبقى الكتل الهوائيه بالظبط شبه الجزيره العربيه او الصحراء الغربيه، فبتبقى قيم درجات الحراره مرتفعه بشكل كبير، فبنسجل قيم درجات الحراره العاليه
بنسجلها في الربيع، لكن احنا دايما متعودين ليه الصيف هو الارتفاع في قيم درجات الحراره بسبب ارتفاع نسب رطوبه، عشان كده احنا ناس بتقول الصيف هو الارتفاع في الحراره، ما بتحسش بيه فصل الربيع عشان الرطوبه بتبقى قليله بشكل كبير جاي من اماكن صحراويه. لكن في فصل الصيف دايما الناس بتقول لا ده هو فصل ارتفاع في الحراره نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه. أيوة. منخفض الهند الموسمي هو ابرز التوزيعات الضغطيه اللي بتبقى دايما مشهوره في فصل الصيف، اغلب ايام فصل الصيف بنتاثر بمرتفع بمنخفض الهند الموسمي، ده منخفض انراق زي ما قلنا في الاول. صحيح بالظبط، بيكون المنخفض الهند الموسمي معاه كتل الهوائيه جايه من على البحر المتوسط، فده بيؤدي للارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه اللي بنشوفها في فصل الصيف، لكن قيم درجات الحراره في الغالب اغلب ايام الصيف ما بتزيدش عن 40 درجه مئويه، ده طبعا مناخيا خلال السنوات الماضية ما بتزيدش عن 40، لكن إحساسي بيها طبعا بيتجاوز 40 بسبب نسب الرطوبة المرتفعة. يمكن احنا مع بداية فصل الصيف ان شاء الله مش هيكون في تغير كبير في الحالة الجوية، قيم درجات الحرارة هتظل ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى فترة النهاردة في الفترة اللي جاية حتى بداية الأسبوع اللي جاي ان شاء الله، مع استمرار طبعا ارتفاع نسب الرطوبة. خلينا كمان نقول ان في فصل الصيف ايضا احيانا بنتاثر بمرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائيه معظمها قادم من جنوب اوروبا، دي بتكون يعني معتدله او اكثر لطفا واقل حراره من منخفض الهند الموسمي. اكيد في فصل الصيف ده فصل ارتفاع الحراره هنتعرض لموجات شديده في الحراره، ده طبيعي، ده طبيعي في فصل الصيف، ودايما احنا بس ده مش دلوقتي يعني بريك كده شويه وهنرجع لموجات الحر تاني، ولا هنخش فيها على طول مباشره؟ يعني احنا على الاقل لبدايه الاسبوع اللي جاي ما فيش اي تغير كبير في قيم درجات الحراره، ما فيش ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره، احنا بنتكلم على مدار الثلاث شهور الجايين. أيوة. وارد ان يتكرر فيهم موجات ارتفاع قيم درجات الحراره، دي حاجه طبيعيه جدا في فصل الصيف ما فيهاش قلق تماما. مش كل فصل الصيف طبعا بيكون قيم درجات الحراره فيها موجات وفيها ارتفاع، احيانا بيكون فيها اعتدال خاصة لما بنتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيساعد كمان بشكل كبير على انخفاض قيم درجات الحرارة. اعتدنا كمان في فصل الصيف ان احنا مؤخرا بسبب التغيرات المناخية نشوف ارتفاع الحزام المداري، ده منطقة موجودة عند خط الاستواء بيحصل فيها أمطار غزيرة بشكل كبير، ده يمكن ده من أسباب الأمطار الصيفية في منابع النيل، بدأ يرتفع شمالا في شمال السودان، فبدأ يأثر بفرص أمطار ممكن نشوفها في فصل الصيف، ما بقتش حاجة غريبة، لكن بنشوفها في المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد، مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، لكن في الغالب ما بتأثرش تماما على أي أعمال أنشطة يومية، ده مش موجود معانا، لكن احنا بنقول السمات العامة في فصل الصيف. بس مهم بقى خلاص احنا هنبدا فصل الصيف والناس كلها عارفه ان نسب الرطوبه هتبدا تزيد في الجو، لازم ناخد بعض احتياطاتنا على مدار الثلاث شهور الجايين، في ارتفاع في الحراره او ما فيش ارتفاع في الحراره، لازم يكون عندنا ازاي فكر ان احنا نواجه ارتفاع قيم درجات الحراره او موجات ارتفاع قيم درجات الحراره او حتى فصل الصيف عموما، واهمها ان احنا لازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، لان كمان تعرضي لاشعه الشمس هيخليني احس بقيم درجات حراره اعلى مع وجود نسب رطوبه، فلازم من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 4-5 العصر أتجنب أشعة الشمس بشكل مباشر، لو أنا موجود خارج الشارع لازم يكون معايا غطاء للرأس، يعني موجود بره يبقى معايا طبعا شخصية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس، طبعا عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترات طويلة، لازم أغير درجة حرارة الجسم باستمرار تجنبا لأي إجهاد حراري، مهم كمان نوعية الملابس تكون القطنية الفضفاضة فاتحة اللون لو أنا هتعرض لأشعة الشمس. مهم كمان ان احنا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم حتى لو مش عطشان، دايما اشرب ميه بشكل كبير. مهم كمان ده مهم جدا موضوع الميه ده يا دكتوره مرار، يعني في ناس بيحصل لها امراض وما بتبقاش مدركه ان ده بسبب يعني الدي هايدريشن او قله شرب الميه خاصه في فصل الصيف، فعلا هو مهم جدا. بالفعل كمان طبعا احنا دايما بنقول بقدر الامكان لو نقدر نتواجد في اماكن جيده التهويه ده هيساعدني ان انا احس بقيم درجات حراره اقل ونسب رطوبه اقل، احنا دايما بنتكلم عنها في فصل الصيف، عدم طرق اي مواد قابله للاشتعال، ولاعات، سبراي، برفانات في السياره، لو العربيه هتتركن تحت اشعه الشمس في الشارع، وطبعا نستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه لان دايما بيحصل تغير في الحاله الجويه وده وارد جدا في ظل التغيرات المناخيه اللي العالم كله بيعاني منها واحنا كمان بنعاني منها بصوره مختلفه، يعني كل دوله بتتاثر بالتغيرات المناخيه لكن بشكل مختلف عن الدوله الاخرى طبقا للموقع الجغرافي بتاعها
والمناخ كمان البلد متعوده عليه، ويمكن ربنا حمينا الحمد لله بوجود البحر المتوسط او البحر الاحمر، الكتل الهوائيه شديده الحراره اللي بتبقى في الخليج واللي بنسمع عنها بشكل كبير اللي بتوصل فوق ال 50 درجه مئويه، بمرورها على البحر المتوسط قيم درجات حرارتها بتقل، لكن طبعا بتحمل بكميات كبيره من بخار الماء. اكيد يعني طبعا احنا هنا في صباح الخير يا مصر بنتابع مع حضراتكم في هيئه الارصاد الجويه كل يوم تطورات احوال الطقس، وطبعا بيبقى معانا النشره الجويه كل يوم، وبتبقى في نصائح مهمه بتقدموها لنا، فبنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. وما تنسوش انه زميلي محمد عبده هيبقى معاه النهارده فقره منفصله هيتكلم فيها عن بدايه فصل الصيف وهنعمل ايه في فصل الصيف. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره وفي المحافظات. في القاهره درجه الحراره العظمى 37 والصغرى 25، وفي العاصمه الاداريه 38 24، الاسكندريه 31 23، والعلمين الجديده 30 22، مطروح 29 22، ودمياط 31 23، بورسعيد 31 25، والاسماعيليه 37 24، في السويس العظمى 37 والصغرى 24، والعريش 30 22، اما في كاترين فالعظمى 34 والصغرى 16، طابة 37 26، وحلايب 36 29، شلاتين 42 28، وشرم الشيخ 41 30، الغردقة 40 30، وفي الفيوم 38 24، في بني سويف 38 25، وفي الوادي الجديد 41 29، أما في أسيوط فالعظمى 40 والصغرى 26، سوهاج 40 27، وقنا 45 30، الأقصر 46 30، وأسوان 47 30. ودي كانت نشرتنا الجوية المفصلة. هرجع مرة تانية لزميلي محمد عبده لمتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة، وزي ما قلتي فعلا خلاص احنا يعني بكرة البداية الرسمية، يوم الخميس لفصل الصيف وانتهاء الربيع. وكمان بيقولوا هالة انه يعني بالحسابات الفلكية كده انه فصل الصيف السنة دي هيكون مدته 93 يوم و15 ساعة و53 دقيقة، يعني بالظبط كده بالحسابات الفلكية. فاحنا قدام صيف لسه طويل، وزي ما تابعنا مع هالة الحملاوي لسه درجات الحرارة طبعا الفترة اللي جاية هتزيد، ومعانا النهاردة ان شاء الله فقرة هنتكلم فيها عن بدايات فصل الصيف.